أهلا بكم في برنامج الصفحة الأولى وجولة في الصحافة حول العالم، نبدأها بالعناوين. موقع أحوال يتساءل، متى تتوقف تركيا عن قتل المدنيين في شمال العراق؟ فيزغلياد الروسية تقول إن اتفاق الحبوب دمر الجبهة المضادة لموسكو. واشنطن بوست تعتبر التحقيق في أحداث شغب 6 يناير اختباراً لنفوذ ترامب في انتخابات 2024. لا تزال أصداء الهجوم على دهوك في شمال العراق تتواصل وتثير التساؤلات. في مقال طرح موقع أحوال التركي تساؤلاً بعنوان متى تتوقف تركيا عن قتل المدنيين في شمال العراق؟ قال الموقع إنه ليس من المعتاد أن يصمت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كل هذا الصمت الطويل ويجبر وسائل أعلامه على السكوت كما فعل بعد قيام قواته بقتل وجرح عشرات المدنيين العراقيين الذين كانوا يقضون عطلاتهم في محافظة دهوك بشمال العراق. أشار الموقع إلى صعوبة أن يبعد العراق نفسه عن النزاع بين تركيا وحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية، ويرى مراقبون أن الحل يكمن في مدى قدرة الحكومة العراقية على توطيد سيادتها من جديد عند حدودها الطويلة سهلة الاختراق مع إيران وسوريا وتركيا. وينقل الموقع عن باحثين ترجيحهم بأن يؤدي الغضب الشعبي في العراق إلى مقاطعة البضائع التركية والسفر، لكن ذلك بحسب الباحثين لا يدوم نظراً لوجود علاقات اقتصادية قوية بين أربيل وأنقرة، لا سيما في مجال الطاقة. ويوضح الموقع أن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتولى السلطة في إقليم كردستان العراق يجد نفسه في وضع حرج في ظل علاقاته مع حزب العمال الكردستاني، خاصة في ظل تكثيف العملية العسكرية التركية ضد حزب العمال في العامين الأخيرين، فضلاً عن نشي تركيا ما يتراوح بين 5000 و10000 عسكري على الحدود الشمالية للعراق. ينضم إلينا من بغداد الدكتور عصام الفيلي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، أهلا بك معنا عبر شاشة الغد. بداية، بعد سلسلة طويلة من الاعتداءات، هل يكون موقف العراق مغايرا هذه المرة، وما المرتقب من جلسة البرلمان المنعقدة في هذه الأثناء؟ نعم، في البداية تحية لك سيدتي ولكل من يتابعنا. أنا أعتقد ربما لأول مرة كان هنالك إقدام من قبل الحكومة العراقية، وهذه أول حكومة تقدم مذكرة إلى مجلس الأمن الدولي تدين فيه الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية، وذهبت أيضا باتجاه تقديم مذكرة احتجاج إلى السفير التركي في العراق. أضف إلى كل هذا أنها أوقفت إجراءات إرسال سفير عراقي إلى تركيا، واستدعت حقيقة القائم بالأعمال في أنقرة. إضافة إلى كل هذا أن طبيعة الغضب الشعبي الكبير جعل الحكومة العراقية والسلطة التشريعية في موقف حرج، مما ذهبت السلطة التشريعية إلى عقد جلسة طارئة اليوم، وحضرها وزير الخارجية ورئيس أركان الجيش وقيادات أمنية. أكدوا فيه وزير الخارجية، قال أن اللجنة التي ذهبت لتقصي الحقائق أثبتت أن الاعتداءات التي جرت هي جرت من قبل القوات التركية ولم يكن جهة أخرى. المفروض من الناحية القانونية والأخلاقية أن يذهب البرلمان العراقي إلى الذهاب أبعد من هكذا إجراءات، والمتمثلة بأن يذهب باتجاه مطالبة القوات التركية أن تغادر الأراضي العراقية مع تفعيل طلب عقد جلسة طارئة إلى مجلس الجامعة العربية لكي يكون هنالك قرارا عربيا عراقيا موحدا تجاه هذا العدوان. هل يستطيع العراق فعلا أن يدفع تركيا وحزب العمال إلى الانسحاب من أراضيه؟ يعني
يعني أولاً إذا أردنا أن نتحدث بشيء من الموضوعية، طبيعة التواجد التركي في الأراضي العراقية منذ عام 92 ابتدأ بإنشاء قواعده في عام 94، ذهب بإنشاء ما يعرف بالمجال الآمن في عام 96 دعيني أقول، وهذه المسافة الحدودية 376 كيلومتر. وطبيعة التوغل التركي هي كانت نتاج ما يقارب أكثر من 30 عاماً، لكن المشكلة طبيعة الإهمال والتماهل أو يسبقها طبيعة الوضع الغير طبيعي حينما كانت إقليم كردستان تخضع إلى السيادة الدولية بعد 91، جعل يعني النظام السابق ألا يفعل مثل هكذا إجراءات، لأنه كان يريد أن يعود إقليم كردستان إلى سيطرة الحكومة المركزية في ذلك الوقت. بعد عام 2003 الطبقة السياسية امتازت بحالة من التماهل والتململ، ولم تستطيع أي لجنة من لجان العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي أن تفتح كثير من الملفات العالقة مع الدول الإقليمية. العراق لو كانت لديه الرغبة الحقيقية، أنا أقولها بكل صراحة، يذهب إلى تفعيل مثل هكذا قرارات، لكن المشكلة القائمة في الطبقة السياسية العراقية هي أساسا منقسمة، أما أن هنالك يعني حقيقة يحاول أن يبرز الدور الوطني واتخاذ قرار مناسب يقابله قوى سياسية تتململ، إما لديها مصالح في تركيا أو أنها تخشى من تركيا أن تفعل بعض الملفات باتجاهها. لذلك أقول أن الذهاب باتجاه مطالبة القوات، خروج القوات الأمريكية من الأراضي، عفوا القوات التركية وقوات البككة من الأراضي العراقية، هذا يعد أمرا ملحا. إذا أرادت تركيا أن تقاتل عليها أن تقاتل البككة داخل أراضيها، ولا تجعل من العراق طعم لموضوع تصفية حساباتها الداخلية. طيب من جهة ثانية، هل يمكن لتركيا إبعاد العراق عن نزاعاتها الطويلة والدائرة منذ عقود ضد حزب العمال الكردستاني؟ يعني أنا أتحدث معك كأستاذ جامعي وأكاديمي ولدي رؤية علمية. أنا أعتقد حتى موضوع حزب العمال الكردستاني من الناحية العملية هو قد يكاد يكون كفر أو غطاء لطبيعة المطامح التركية في العراق. أولاً تركيا تريد أن تجعل من منطقة، هنا أتحدث مناطق أقليم كردستان وتوابعها لغاية الحدود في مدينة الموصل وغيرها، تريد أن تخلق لها وضعاً أسوة بوضع قبرص التركية التي احتلتها منذ سبعينيات القرن الماضي ولم تخرج منها وبقيت تكاد تكون هي الدولة الوحيدة. لكن في العراق هنالك خصوصية بالنسبة إلى تركيا، هذه الخصوصية أن هذه المنطقة تمثل من أكبر مكامن الطاقة في منطقة الشرق الأوسط، هنا أتحدث بالتحديد، لأن تركيا تؤمن وتقول حتى في أحاديث كبار شخصياتها دائما منذ تسعينيات القرن الماضي، تقول أن ولاية الموصل هي ولاية اقتطعت منها رغم أنفها من قبل بريطانيا. وحينما أقول ولاية الموصل لا أقصد مدينة محافظة نينوى الموصل، أقصد دهوك، سليمانية، أربيل، كركوك، وإضافة إلى الموصل. وعلى هذا الأساس أنا أرى أن تركيا لا يمكن لها أن تغادر هذه الأراضي العراقية يعني حقيقة إلا أن يكون هنالك قرار من قبل مجلس الأمن. يبقى السؤال المطروح أمامنا، العراق لا يستطيع مواجهة تركيا، أنا أقولها بكل دقة، بفعل الفرق بالقدرات العسكرية. إذن ما هو الحل؟ يجب أن يكون هنالك استصدار لقرار ونزول قوات أممية على طول الحدود التي تمتد 376 كيلومتر مع تركيا، وتخلق منطقة عازلة آمنة، وبذلك نستطيع أن نحفظ على الأقل للعراق سيادته، ونجنب المدنيين، ونجنب كل أشكال الاحتقان الذي يحصل ما بين تركيا والعراق. طب ما مدى إمكانية تطبيق ذلك، وما مدى إمكانية حماية الحدود اليوم بين العراق وتركيا وسوريا وإيران؟ يعني أنا دائما أرى وأقولها حتى لطلبتي، أقول أن الخطر الإقليمي على العراق أكثر من أي خطر دولي. معظم الدول التي تحيط بالعراق أما لديها هي بالأساس أطماع تاريخية، هذه مسألة، أو لديها أطماع اقتصادية حقيقة الأمر،
وبالتالي هم يرون أن العراق يكاد يكون لقمة سائغة بفعل عدم استقرار نظامه السياسي. إذن أن العراق يجب أن يفكر في علاج مشاكله ضمن الإطار الدولي، وفي الإطار الدولي كما تعلمين في قوانين الأمم المتحدة أن سيادة الدول يجب أن لا تنتهك في أي علاقة ما بين دولتين، لكن بعض الدول تحاول أن تستخدم كل أساليبها ووسائلها وتحاول أن تعوض النقص في مواردها أو ظروفها الاقتصادية من قدرات العراق، إما أن تجعله سوقا لتصريف بضائعها، هذه مسألة، أو تحاول أن تسرق مقدراته بصورة أو أخرى في ظل بعض القوى، أنا لا أقول كلها، تؤمن أنها امتدادها خارج الحدود أعمق من جذورها الوطنية داخل الأراضي العراقية. طيب، غضب شعبي كبير تبعناه في العراق بعد هجوم دهوك، كيف يمكن أن يؤثر ذلك على العلاقات الاقتصادية بين تركيا والعراق؟ هل من الممكن مقاطعة البضائع التركية؟ يعني كيف يمكن أن يؤثر ذلك اقتصادياً؟ يعني أولا دعينا نقول أن تركيا تكاد تكون الشريك الاقتصادي الأول، وأكاد أجزم أن 80% من البضائع التركية سواء كانت الاستهلاكية أو الغذائية وحتى دعيني أقول الأدوية وغيرها تأتي عبر تركيا. هذا يتوقف أولا على طبيعة الوعي الجماهيري وطبيعة المعاقبة. لو دعيني أقول هنا مسألة واحدة، في يوم من الأيام العراق قطع استيراد البيض والدجاج، لا تتصوري كمية الخسائر الكبيرة التي تعرض لها تركيا. هذه مسألة جدا مهمة، والعراقيون أيضا ثاني أكبر جالية تملك منازل في تركيا أيضا. يعني بالتأكيد، يعني أولا نتحدث عن شعب، يعني العراق كدولة تكاد تكون مقدراتها الاقتصادية بمستوى كثير من الدول الخليج، وفي السنوات الماضية أنا أتحدث سوء الإدارة وطبيعة الاحتقانات الاجتماعية والقوى السياسية التي انكفأت على مفاهيمها الاجتماعية من طائفية إلى مناطقية إلى مذهبية، دفعت أبناء العراق وغيره أن يسافرون إلى تركيا بحقيقة الأمر. لكن هذا الموضوع اليوم كثير من العراقيين حينما بدأوا عاد الاستقرار بدأوا يعودون إلى أوطانهم، والعراقيون بالمجمل يكاد يكونون من الشعوب التي تعرف بأن مستوى الهومسك لديها عالي، الحنين إلى الوطن، وهذا يبرز بوضوح سيدتي، ليس فقط العراقيين الآن حينما تعودين إلى كل الذين غادروا العراق من العراقيون، أتحدث عن الجالية اليهودية التي خرجت من العراق عام 1950، بقوا عشرات السنين في أوقات الغروب يبكون على العراق، لأن طبيعة العراق بلد التسامح، بلد المحبة، مقدرات الاقتصادية عالية، الإنسان يعيش بمستوى من بحبوحة العيش، هذا كله يجعل، أنا أقول حتى طبيعة الشقق أو الوحدات السكنية التي يشترونها في تركيا، أنا أقول قسم من هو جزء من عملية الترف الاجتماعي المقدرات العالية، وقسم من حينما يحال إلى التقاعد يفكر العيش بتركيا، مثل ما يفعل المواطن باليابان حينما يحال على التقاعد يفكر الذهاب للعيش في كوريا الجنوبية. أشكرك من بغداد دكتور عصام ألفي، لأستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، شكرا جزيلا لك. نواصل هذه الجولة في الصحافة ونتابع أبرز ما اهتمت به. كوميرسانت الروسية تقول إن بايدن يعتقد أن سقف أسعار النفط الروسي سيقلل من تكلفة الوقود في الولايات المتحدة. مجلة دير شبيغل الألمانية تجري أول حوار مع المصدر الخفي الذي سرب ما عرف بوثائق بنما عام 2016، والذي ادعى أن الحكومة الروسية تريد قتله، مضيفاً أن بوتين يمثل تهديداً للولايات المتحدة أكثر مما كان يمثله هتلر. الغارديان تسلط الضوء على مقتل 7 أشخاص من بينهم 4 أطفال في غارة جوية روسية على شمال غرب سوريا.
موقع أحوال التركي يكشف عن تخوف أنقرة من أن يشكل السوريون أغلبية في لواء إسكندرون الذي ضمته تركيا عام 1939 وأصبح ولاية هاتاي التركية. تحت عنوان هل الولايات المتحدة منارة لحقوق الإنسان للعالم؟ تشاينا ديلي تلقي الضوء على التميز الذي يتعرض له غير الأمريكيين أو التمييز الذي يتعرض له غير الأمريكيين والأقليات في الولايات المتحدة على أساس الدين أو العرق. الحرب الاقتصادية بين روسيا والغرب بصورة عامة والاتحاد الأوروبي بوجه خاص تمثل الوجه الآخر للحرب الروسية الأوكرانية. صحيفة وول ستريت جورنال نشرت مقالاً تحت عنوان اختبار جديد لأوروبا، هذه المرة عن طريق الطاقة والتضخم وبوتين. قال الكاتب إن التهديد الروسي لإمدادات الغاز يتحد مع ارتفاع أسعار الفائدة بما يعرض اقتصادات الاتحاد الأوروبي للخطر، حيث تسعى روسيا لكسر الوحدة الأوروبية من خلال تقييد إمدادات الغاز للكتلة الأوروبية. وأشار المقال إلى أن العقوبات على روسيا أضرت بالكتلة الأوروبية أكثر من أي دولة في الغرب، لأن اقتصاداتها تتداخل مع بعضها أكثر من غيرها، وسط تحذيرات من احتمالية إغلاق صناعات أوروبية عدة نتيجة لنقص الطاقة، وفي أسوأ الأحوال قد يحدث انقطاع الكهرباء عن المستهلكين. كما أوضح الكاتب أن روسيا تسعى لزيادة التضخم المرتفع أصلاً، وهو ما دفع البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، فضلاً عن كشف البنك المركزي الأوروبي عن أداة جديدة مخصصة للأزمات تهدف إلى ضبط تكاليف الإقراض على الحكومات المثقلة بالديون في منطقة اليورو، أطلق عليها أداة حماية تعميم السياسات، وذلك لمواجهة الأسواق المضطربة. في سياق متصل يبرز تساؤل عن مدى إمكانية أن يسهم الشرق الأوسط في حل أزمة النفط التي تعاني منها الدول الغربية. صحيفة كوميرسانت الروسية نقلت عن شبكة بلومبرغ تقريراً بعنوان إمدادات النفط من الشرق الأوسط إلى أوروبا يمكن أن ترتفع 90%. رجح التقرير أن إمدادات البترول من السعودية والعراق إلى أوروبا سوف تزداد في مواجهة الانسحاب التدريجي من الاعتماد على موارد الطاقة الروسية. وتقدر بلومبرغ أن الإمدادات من الشرق الأوسط يمكن أن ترتفع إلى 2.2 مليون برميل يومياً، بما يعادل أكثر من 90% من المعدل في شهر يناير الماضي قبل بداية الحرب في أوكرانيا. وأشار التقرير إلى انتقال النفط السعودي عبر الناقلات إلى مصر، ومنها ينتقل النفط الخام عبر خط أنابيب سوميد بين ميناء العين السخنة على البحر الأحمر وميناء سيدي كرير على البحر المتوسط، ومن هناك يتم تحميل النفط مرة أخرى في الناقلات ويرسل إلى أوروبا. أوضح التقرير أنه في الأسابيع الثلاثة الأولى من يوليو الجاري تدفق أكثر من مليون برميل من النفط يومياً عبر هذا الخط. كما أضاف التقرير أن العراق يستخدم الناقلات في تصدير النفط لديه للخارج، وفي الإجمال فإن الناقلات تحمل النفط من الخليج العربي إلى البحر المتوسط وعبر قناة السويس بما يعادل 1.2 مليون برميل يومياً. كما أوضحت الصحيفة أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا قد فرضت في وقت سابق العقوبات على شحنات النفط الروسي، كما تبحث الدول الغربية وضع سقف سعري للنفط الروسي بما يحد من تضاعف العائدات تبعاً لزيادة التكلفة. بوساطة أممية وتركية تم التوصل لاتفاق اسطنبول لتصدير الحبوب الأوكرانية، فما هي مكاسب روسيا في المقابل؟ صحيفة فيزغلياد تجيب عن التساؤل تحت عنوان اتفاق الحبوب يدمر الجبهة المضادة لروسيا. كشفت الصحيفة أن الأسواق العالمية استجابت بشكل إيجابي مع اتفاق اسطنبول بانخفاض في أسعار تجارة الطحين على مستوى العالم. ونقلت الصحيفة عن خبراء في الاقتصاد
أن الاتفاق سيؤدي إلى انهيار جبهة العقوبات المضادة لروسيا، حيث ستتجه الدول الأوروبية تدريجياً لاتباع الولايات المتحدة الأمريكية في نهج رفع القيود عن روسيا في المجالات التي هم بحاجة إليها. كما يرى مراقبون أن اتفاق اسطنبول له بعد قانوني مهم، معتبرين أنه يعطي الشرعية بصورة مباشرة لوجود القوات الروسية في أوكرانيا، وهو ما يحول الصراع الحالي بين روسيا وأوكرانيا إلى ما يشبه المواجهة بين السيد والتابع بحسب الصحيفة الروسية دوماً. واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن الاتفاق يتيح لأوكرانيا تصدير 5 ملايين طن من القمح، وفي الوقت نفسه يمكن أو يمكن روسيا من تصدير 37 مليون طن من القمح خلال العام الزراعي الحالي، وفي العام المقبل يمكن أن ترفع موسكو الرقم إلى 50 مليون طن من القمح. اهتمت صحف العالم بعدد من الملفات والقضايا المختلفة، نتابع أبرز عناوينها. ديلي إكسبرس تكشف عن خطط وزارة الداخلية البريطانية للاشتراط على السياح التقدم بطلب للحصول على إذن لدخول المملكة المتحدة. لوموند الفرنسية تقول إن السلطة التنفيذية الفرنسية تبدأ ماراثون القوى الشرائية في البرلمان في إشارة إلى طرح أكثر من 1000 تعديل على الميزانية المعدلة التي تحتوي على تدابير الاستجابة للتضخم. فاينانشال تايمز تنشر تقريراً عن إدانة ستيف بانون المستشار السابق لترامب بتهمة ازدراء الكونغرس لتحديه مذكرة استدعاء من لجنة التحقيق في أحداث 6 يناير. واشنطن بوست تتحدث عن تعليق الجرعات المعززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لمن تقل أعمارهم عن 50 عاماً في الولايات المتحدة وسط حملة لتسريع لقاح جديد. The Economist تحذر موجات الحر اليوم تنذر بالأسوأ في المستقبل. تتناول الصحافة الأمريكية اليوم جلسات الاستماع في الهجوم على مبنى الكابيتول. صحيفة واشنطن بوست نشرت تقريراً تحت عنوان جلسات الاستماع تختبر نفوذ ترامب ورغبة الحزب الجمهوري في نسيان أحداث 6 يناير. تقول الصحيفة إن استطلاعات الرأي والمقابلات تشير إلى أن الجمهوريين لا يثقون في عمل اللجنة، لكن يمكن مع ذلك تسريع بحث الحزب عن بديل لترامب. فأكثر من 8 جلسات استماع ينقلها التلفزيون كشفت عن دور ترامب في إثارة المذبحة في 6 يناير 2021، وأوضحت لجنة مجلس النواب التي تدرس الهجوم جمهورها الأساسي المستهدف الجمهوريون، وأن أعضاء اللجنة يعتبرون أن ترامب يمثل تهديداً للديمقراطية الأمريكية، وأن هدفهم لا يقل عن القضاء فيما يتعلق بإبعاده عن تولي السلطة مرة أخرى. ووسط الإدانات التي أثبتتها لجنة التحقيق ضد ترامب، مضى الرئيس السابق قدماً في الاستعدادات لحملته الرئاسية الجديدة. وتنقل الصحيفة عن خبراء استطلاعات الرأي الجمهوري أن هناك عدد كبير من الجمهوريين يحمون ترامب ويدافعون عن دعمهم له، لكنهم يرون أنه يحمل الكثير من المتاعب ليكون المرشح في عام 2024. إذ أظهر أحدث استطلاع للرأي تناقصاً في حصة الجمهوريين الراغبين في ترشيح ترامب للرئاسة مرة أخرى، حيث قال 49% منهم إنهم سيدعمونه في ترشيح آخر. إلى هنا نصل إلى ختام جولة الصحافة العالمية، شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.